يعني بدأت أضرب عن الطعام من يوم الأحد اللي هو أول يوم العيد، وبدأت من الفجر. كان في بس عندي زيارة ابني عشان زيارة استثنائية على العيد. بعتنا بإخراف عن طريق التليفون للنائب العام والمحامي العام للنيابة الجيزة، بنبلغه يبقى إضرابي عن طعم، تاني إضرابي عن طعم مبلغ من الجهات الرسمية بطريقة رسمية. الأصدقاء خدوا قرار بي وأقنعوا العيلة بي إن إحنا نعمل يوم مفتوح، اللي حابب يجي يتضامن مع إضراب ليلى احتجاجا على حبس ابنها، بيبقى في وقت متاح للجميع. عدد الناس ونوعيات الناس اللي جت خلياني أحس بامتنان شديد لشباب وعواجيز المجتمع المصري. هو مبدئيا علاء جاله الاستدعاء كان هو بره بيحضر مؤتمر في امريكا، لما بلغناه كلم المحامين في لحظتها وطلب منهم ان هم ياجلوا التحقيق على بال ما هو يرجع، ورجع فعلا يوم السبت وكان ميعاد التحقيق بتاعه يوم الاحد وراح بنفسه للتحقيق. بالتالي علاء كان عنده الفرصه ان هو يهرب لو كان عايز يهرب، مفيش اي سبب ان هم يحبسوه احتياطي. المفروض الفكره ان حبس الاحتياطي انك بتحبس حد عشان في خايف من نيه الهروب. انا بعتبرها قضيه مركبه زي ما بنقول، لان علاء اصر على انه بشكل فعلي يقول لا للمحاكمات العسكريه، فلا يتكلم او يتم التحقيق معه امام القضاء العسكري او امام النيابه العسكريه، وده فعل وليس قول فقط. هو رجع بنفسه من بره، وهو اللي اجل بنفسه، وهو اللي راح بكامل ارادته لحد النيابه العسكريه واعلن موقفه القوي هناك اللي هو رفض التحقيق والاجابه على الاسئله واعلانه رفض حاله مدنيين المحاكمات العسكريه عامه، بس كمان رفض انه النيابه العسكريه هي اللي تتولى التحقيقات في مذبحه ماسبيلو، لان احنا معتبرينها قسم ومسؤول، او يعني معتبرين الجيش والشرطه العسكريه والمجلس العسكري مسؤولين عن الجرائم اللي ارتكبت، وبالتالي النيابه العسكريه مش جهه محايده للتحقيق. أن علاء وضع النقط فوق الحروف حينما قال كيف أن تحقق معي في قضية أنت مدان فيها، وأنت هنا هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة. هو ما تم من دهس بمدرعات القوة التي كانت تحفظ الأمن أمام، وهي قوة عسكرية أمام ماسبيرو. المفروض أن واحدة من تهم علاء أن هو استولى على سلاح آلي من القوات المسلحة. علاء جاله استدعاء يوم 23 أكتوبر، يعني بعد اسبوعين تقريبا من احداث مسبيلو، وكان هو بره وهو اللي طلب التاجيل واجله لحد واجله اسبوع لحد ما رجع وحضر هو بنفسه التحقيق. لو افترضنا انه النيابه العسكريه واخده الاتهامات دي جد وعندها فعلا ادله دامغه بتقول انه علاء استولى على سلاح آلي، ده معناه انه علاء مواطن خطر على امن المواطنين، وبالتالي كان المفروض يبقى فيه، لو هما فعلا فارق معاهم امن المواطنين كان المفروض يبقى فيه تحرك اسرع بكتير من كده، في محاوله لايجاد السلاح الالي اللي هما مدعيين ان هو مستولي عليه، في محاوله للقبض عليه بشكل سريع وتفتيش البيت بتاعه عشان يتاكدوا ان السلاح مش مستخبي هناك، وفي اجراءات مختلفه تبين ان هما واخدين الاتهامات دي بشكل جدي. الضغط الشعبي المحلي، الشباب قايمين بالواجب وعاملين نشاطهم في هذا القانون. احنا دلوقتي في مرحله تحقيقات، وعلى اراف الاجابه على اسئله المحقق. الحبس الاحتياطي ينتهي يوم الاحد القادم، الاحد القادم، فده معناها انه جلسه تجديد قرار الحبس او النظر في امر تجديد الحبس هيبقى يا يوم الخميس بكره او يوم السبت بحد اقصى. إذا قررت الأمهات إن هي تدافع عن ولادها، تخرجهم من السجون، تطلب قصصهم إن هم يتجمعوا مع بعض وإن هم يبتدوا فعاليات زي الإضراب أو التظاهر أو كذا، أعتقد إنه ده حاجة جديدة خالص هتبقى على الخريطة، وأعتقد إنه المجلس العسكري إن أجلنا أو أجلنا لن يكون أمامه إلا إنه يرضى.